لا شك أن مصر تمر الآن بخطوات متسارعة نحو تكوين دولة حديثة بمعايير القرن 21، ولا شك أيضا أن تكوين دولة حديثة لن يكتمل بدون أن تحتل المرأة المكانة اللائقة بها وبدورها. نحن في جامعة القاهرة لدينا إيمان شديد جدا بأهمية المرأة، فالجامعة بدأت لكي تكون جامعة للحرية، جامعة للمصريين كلهم دون تمييز. ولا شك أن وحدة مكافحة ومناهضة العنف كان لها دور كبير جدا في هذا الإطار، فنحن نؤمن بأهمية دور المرأة سواء في الجامعة أو في تكوين الدولة المصرية الحديثة. الحقيقة أنه وحدة مناهضة العنف ضد المرأة انشأت منذ فترة، وكان إنشائها أنا بعتبره نقطة مضافة لجامعة القاهرة، ونشأت الوحدة تحت شعار بيئة جامعية آمنة، كان الهدف أنها تكون آمنة من أي مظهر من مظاهر العنف. وحدة مناهضة العنف بدايتها كانت في سنة 2014، وكانت أول جامعة في مصر وفي العالم العربي وغالباً في شمال أفريقيا تعمل أو تؤسس وحدة رسمية لمناهضة العنف، وتبقى الوحدة تابعة لرئيس الجامعة مباشرة. كان اسمها الأول وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة. بعد كده قلنا إنه العنف، يعني التحرش، هو أحد أشكال العنف ضد المرأة. دور الوحدة أكبر من فكرة التحرش، وهي مناهضة العنف بشكل عام. قمنا بعدد كبير جدا من الأنشطة، يعني في جزء ندوات وتوعية، في جزء تدريبات، عملنا كمان جلسات حوارية، عملنا كمان اكتيفيتيز فنية، يعني عملنا تدريب مدربين، عملنا حاجة اسمها باي ستاندر ترينر تريننج، ده بيبقى تريننج متخصص لمناهضة العنف وازاي والتعامل مع الشكاوي وحالات العنف والكلام ده. الحقيقة الوحدة بتحتل مكانة طيبة جدا دلوقتي في نفوس المجتمع في الجامعة، والجديد في الوحدة اللي احنا بنقدمه دلوقتي هو تطوير في عملية التبليغ عن أي حالة عنف تتعرض ليها أي فئة من الفئات اللي أنا ذكرتها. بنقدر إن إحنا بنطور في الموديل اللي بتقدر فيه سواء كانت الفتاة أو العاملة أو عضو هيئة التدريس تقدر إنها تبلغ عن حالة العنف. والحقيقة إحنا طبعا لينا نظام في عملية التبليغ، ما بنكتفيش بس إن اللي تعرضت لحالة حالة من حالات العنف إنها تبلغ، ولكن لازم تيجي إلى الوحدة، لازم يكون معها الشهود. بعد كده بنبدأ إحنا الإجراءات بتاعتنا بدراسة حالتها بالتواصل مع الشؤون القانونية. دورنا الأهم هو توفير طريقة آمنة وسرية للإبلاغ عن حالات التحرش والعنف ضد المرأة داخل الجامعة. الوحدة بعد ما بتستلم كل شكوى بتحقق فيها وبتدعم اللي قدمت البلاغ نفسياً وقانونياً عن طريق خبراء متخصصين، وبتبدأ اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة، كل ده بسرية تامة للحفاظ على خصوصية ومصلحة صاحبة البلاغ. تعودنا كل سنة ان احنا في التوقيت ده بالتزامن مع فعاليات 16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، تعودنا أن احنا بنلتقي كل سنة في حرم جامعة القاهرة، أعرق الجامعات المصرية وتحت قبة الجامعة، عشان نقول أنه احنا جامعة القاهرة هي جامعة آمنة للجميع، وهو شعار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة. طبعا حضراتكم وكتير منكم على علم إن العنف ضد النساء والفتيات ده بيشكل أكثر صورة من صور انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم، وده بإحصائيات رسمية صادرة عن منظمة الأمم المتحدة. ولذلك إحنا في جامعة القاهرة بنحرص على إننا نواكب الأجندة الدولية وننظم فعاليات متصلة بحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
الفن هو ضد العنف وضد الإرهاب، وأي عمل مخرج بعناية هو عمل تنويري ضد الإرهاب. أنا منحاز للبنت والست المصرية. لازم كل واحدة فينا تثق في نفسها، ما تقولش عن نفسها أنها مش حلوة، ما تقولش عن نفسها أنها فيها أي شيء ناقص، ما تقولش أنها ما عندهاش لبس، ما تقولش أي حاجة. ثقتها في نفسها روحها الجميلة هي اللي هتخلي شكلها يبقى أفضل وهيديها ثقة وثبات. إحنا عايزين نناهض العنف ضد المرأة، عايزين نحول ثقافة العنف لثقافة سلام. النهاردة بنحتفل بأحد فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في جامعة القاهرة، لأنه المشروع بيهتم بالأساس بجودة الحياة، جودة حياة المواطن، جودة حياة الأسرة المصرية. وطبعاً عشان أنمي الأسرة فنواة المجتمع كله هي الأسرة، ونواة الأسرة هي المرأة. فجزء كبير جداً من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بيهتم بتنمية المرأة وتمكين المرأة. هي وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بتقوم بتحقيق هدفها، تحقيق بيئة جامعية أمنة للجميع، إنه يبقى حرم الجامعي وخارج الحرم الجامعي طالما إحنا داخل مظلة جامعة القاهرة تكون آمنة للجميع. بس عشان تبقى آمنة للجميع الوحدة بتحقق ده من خلال ثلاث حاجات. في جزء أنشطة توعوية واللي من ضمنها الإيفنت اللي احنا فيه النهاردة، لكن كمان في دورين تانيين مهمين جدا، وهو جزء التمكين، تمكين البنت من انها تعرف حقوقها، تمكين البنت من انها يبقى ليها شغل مستقل. فده البعد الثاني. البعد الثالث هو جزء الدعم النفسي والقانوني، ان احنا عندنا آلية للشكاوي داخل الوحدة وهي آلية قانونية. فاحنا بنشجع اي بنت سواء طالبة او موظفة او عضوة هيئة تدريس تتعرض لأي شكل من أشكال العنف داخل حرم الجامعة أو في أحد الأماكن التابعة لجامعة القاهرة زي مستشفيات الجامعة مثلاً أو المدن الجامعية. إحنا بنشجعها تيجي تقدم بلاغ في وحدة مناهضة العنف، وهيتم اتخاذ الإجراءات كلها عشان تقدر تاخد حقها وعشان نقدر نناهض العنف بجد ونمكن المرأة بجد. عجبتني جدا. اللي عجبني في اللعبه اني لما كنا اتنين تيم، وكل تيم كان فيه كده ثلاث ولاد واقفين واحنا كبنات ورا، فبيحمي البنت وراه علشان الكوره ما تجيش فيه. ففرق معايا قوي الحته دي، اللي لو في مجتمعنا كل ولد خد كده ان البنت دي هو بيحميها مش بيضرها، هيفرق كتير جدا. المبادرة النهاردة كان إزاي تتوجه للوحدة في المدينة الرياضية، وإيه دور الأولاد تجاه البنات أو تجاه الموقف اللي هيشاهده. مفروض إن هو هيروح يتوجه للوحدة أو يديها العنوان أو يحاول يساعدها وما يسكتش عندها. حبيت أجي النهاردة وأحضر الإيفنت عشان أشوف هو إيه اللي بيتقدم ده أولاً، وكمان مجرد اسم وحدة مواجهة العنف ضد المرأة أنا ما كنتش فاهمة إن في أصلاً وحدة موجودة عندنا في الكلية، فكنت يعني في الجامعة مش فاهمة ده إيه، فحبيت اجي وافهم اكتر. حاجه عجبتني كانت العروض اللي اتقدمت، العروض المسرحيه كانت كويسه جدا وممتازه عجبتني، وكمان الداتا شو اللي كانت بتتعرض في التوعيات التثقيفيه كانت حلوه جدا.